قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، تعس يعني خاب وخسر. دعا عليه عليه الصلاة والسلام من يكون في هذه الدنيا كالعابد للدرهم والدينار، وهذا نراه بأعيننا، ترى لا يتغيب أحد عن العمل في الأعمال الدنيوية، ونرى يتأخر ويتخلف كثير من الناس عن الصلوات التي فيها كل الخير لنا. بل قال عليه الصلاة والسلام: وجعل قرة عيني في الصلاة. إذا كنت هنا لا تحافظ على الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة، وتحافظ على الحضور مبكرا إلى العمل، فأنت على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعاسة وشقاء، تدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.